بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا محيي الزوار يا أبو علي، ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز والله فوزا عظيما. رحلوا وما رحلوا هيل ودادي، إلا بحسن تصبري وفؤادي. وخلت منازلهم فها هي بعدهم قفرا، وما فيها سوى الأوتاد. تأوي الوحوش بها فسرب رائح بفناء ساحتها، وسرب غادي ولقد وقفت بها وقوف موله، وبمهجتي للوجد قد حو زنادي. يا دار يا دار، أين مضى ذوك أمالهم بعد الترحل عنك يوم معادي؟ يا دار قد ذكرتني بعراسك القفرة، عراس بني النبيل هادي، لما سرى عنها ابن بيت محمد بالأهل والأصحاب وأهل أولادي. مذ كاتبوه بنو الشقاء نقدم، فليس سواك نعرف من إمام هادي. لكنه مذ جاءهم غدروا به واستقبلوه في ضبا وصعا. إن لم يحفظوا عهد النبي بآله الأمجاد، قد شتتوهم بين مأسور
مجرور ومنحور يا الله ومسموم بالسيوم عنايادي. هذا بسمر وذاك بكربلاء وبطوس ذاك وذاك في بغداد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. كان الحديث في الليلتين الماضيتين حول فلسفة ارتباطنا بأهل البيت الأموات، وأجبنا في الليلتين السابقتين عن بعض جوانب هذه الفلسفة وتكلمنا في أبعادها. الليلة بنواصل. إحنا طال عمرك نرتبط بأهل البيت من أحد فلسفة الارتباط، إن إحنا نريد نعبد الله. الله يقول شو في القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هني كلمة ليعبدون في التفسير يعني ليعرفون. ما يصير أنت تعبد رب ما تعرفه، ما يصير تعبد رب ما تعرفه. فأنت أول شيء حتى تعبد الله صحيحا لابد أن تعرف الله عز وجل. إذا دي المعرفة ما متوفرة لك ما تقدر تعبد صحيح. واضح لو واضح؟ أنت حد في أي شغلة إذا تبي تخوضها، إذا أنت ما عندك تخصص تخرب الشغلة. يعني حين طبيب يبي يسوي عملية جراحية لشخص، إذا هو ما عنده تخصص جراحة شلون يسوي عملية جراحية وتنجح؟ ما يصير. لازم يروح يدرس طب ويدرس ده التخصص. الطب بعد انواع واشكال، حين العين فيها عده تخصصات، فانت لازم تدرس ده التخصص تحيط به علما، بعدين تخلي ايدك بيه تروح وراه. انت تبي تعبد الله لازم تعرف الله منو، شنو، شنو صفاته، شلون تعبده. زين انت الحين من اللي يعرفك على الله؟ سؤال. من اللي يعرفك على الله حتى تعبد الله؟ عندنا الآن إحنا 73 فرقة تفترق أمتي. قلنا الحديث البارحة تفترق أمتي 73 فرقة، 72 فرقة في النار وفرقة في الجنة. أدري الرسول صلى الله عليه وآله يقول تفترق أمتي. أمتي يعني مو اليهود ولا النصارى ولا المجوس، أمتي يعني مو الإسلامية عن الله مهدي. تفترق أمتي 73 فرقة. زين أمتي تشهد أن لا إله إلا الله، عدل أم عدل؟ فإذا كانت هاي الأمة اللي تفترق 73 فرقة، 72 فرقة منهم يشهدون أن لا إله إلا الله، شلون يروحوا النار؟ هذا سؤال ومو سؤال. إذا دول اللي يقولون لا إله إلا الله ويعبدون الله، هذه عبادتهم غلط. لو عبادتهم صح ان شاء الله تقبل من عندهم وداهم الجنه، عدل ام عدل؟ فاذا اذا اذا ما ممكن انت تقول لا اله الا الله وتدخل في الجنه. لا، ما يصير ذا الحكي، ما يصير. اكو النبي يقول 72 منهم يروحون النار. اذا دول ما عرفوا لا اله الا الله تمام المعرفه وما عبدوا الله صحيحا. إذن أنت لازم تفتش عن العبادة الصحيحة اللي هي أساسها معرفة صحيحة. إذا تتذكرون الإمام الرضا سلام الله عليه أكو حديث اسمه سلسلة الذهب. لما راح خراسان مر بمنطقة بمرو، فقالوا له حدثنا بحديث يا ابن رسول الله، وتجمعوا العلماء والمؤلفين
أساطين من العلم اجتمعوا عليه، فقال لهم ذا الحديث: كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. كتبوا الحديث. شوية مشى الراحلة مشت، بعدين أخرج رأسه بأبي وأمي من الهودج، قال: بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. إيش معنى هذا الكلام؟ أكو قال لا إله إلا الله، قال له: ما يكفي، لازم أنت تعرف هذه لا إله إلا الله إيش معناتها. أنا الإمام الرضا، إذا أنت ما تأخذ علم لا إله إلا الله من عندي هذا مو مقبول. لا إله إلا الله مالكم مقبول. وإحنا البارحة قلنا: وبموالاتكم تقبل الطاعة المفترضة. يعني شنو بموالاتكم؟ يعني تأخذ العلم من أهل البيت. الحين مثلا إذا أنت ما تأخذه من أهل البيت بالظل حتى تقول لا إله إلا الله. الحين الناس وايد يقولون لا إله إلا الله، تقول له الله مين؟ يصور لك الله بصورة جسم، يعني يعبد الله الجسم. الحين المسلمين يقول لك الله ثم استوى على العرش، هاي الرحمن على العرش استوى، شو معناته؟ يقول لك الله عنده عرش يعني كرسي، والله جالس على هالكرسي وشعره قطط وطوله هالقد وعرضه هالقد. زين، اذا صار الله مجسم، صار الله محدود، حديت انت بكرسي، تمام. زين، سؤال: اذا الله صار محدود، صار فقير للحدود هذه لو ما صار؟ صار يحتاج للحدود هذه لو ما صار؟ صار محتاج، واذا صار محتاج صار فقير، واذا صار فقير لا يصلح للالوهيه، لان الاله يجب ان يكون غنيا بالذات. واضح؟ زين، اذا انت اللي تعبد الله اللي عنده كرسي وقاعد على الكرسي، هذا مو الله الصحيح، هذا مو الله الصحيح. يد الله فوق ايديهم، هذه ايه. قالوا الله ليه يد؟ يعني ليه جارح؟ زين، اذا الله صار جسم، إذا الله صار جسم، زين، الجسم بعد محدود، محدود بحدود معينة، وإذا صار محدود، إذا الله هذا الجسم صار محتاج له الحدود هذه، وإذا صار محتاج صار فقير، وإذا صار فقير لا يصلح للإلهية، لأن الإله يجب أن يكون غني بالذات وعليه فقس. بعدين الله يقول في القرآن: الله محيط بكل شيء علم وعلم. فإذا أنت خليته بهالحدود الكرسي، ما صار يحيط بكل شيء، صار حدوده بهاي الحدود اللي أنت خليتها في الكرسي، يعني إحاطته بهذه الحدود دي. لكن لازم الله يكون يحيط بكل مكان، بالسماء والأرض، عدل ولا؟ سبع سماوات عندنا، سبع أراضين عندنا. فإذا صار تخبط هني، ما صار لا إله إلا الله، دل إلا الله صار جسم وصار محدود وصار له يد وصار له عين. صار اكو بعضهم يقول كل شيء فيه الا الفرج. زين، ايش طلعت؟ زين، مشكلة هذا اللي مو هذا. هذه فرقة يسمونها المجسمة. اكو ناس كثيرين الحين على هال على هال على على هالمنوال. اقول لك الله سبحانه وتعالى يرى بهذه العين المجردة. إذا صار الله يرى بهاي العين المجردة، إذا صار الله بعد محدود، صار جسم، لأن دي العين ما تشوف إلا الأجسام. في تفسير هاي الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. شنو ناظرة؟ إيش معناته إلى ربها ناظرة؟ هم يقولون ناظرة يعني الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يتجسم ونشوفه بهاي العين. اكو الله يقول بعد: الى ربها ناظره، فيرى الله يوم القيامه بهذه العين المجرده، يعني الله صار جسم. واضح لنا؟ والحال احنا عقيدتنا اهل البيت الله مو جسم، لا في الدنيا ولا في الاخره. والله ما ممكن انت تراه بهذه العين المجرده، لا في الدنيا ولا في الاخره، لان الله يقول شنو يقول القران؟ لا تدركه أبصار وهو يدرك الأبصار. زين، الله يقول هالشكل.
هذول اللي يعتقدون بأن الله يرى، هاي عقيدتهم صحيحة؟ عقيدتهم صحيحة؟ لا. زين، احنا ارتبطنا بأهل البيت لأن أهل البيت هم اللي علمونا من هو الله الصحيح اللي يستحق العبادة. هم ليش احنا لجأنا ليهم؟ هم لأنهم أعرف بالله، هم أعرف بالله. في بعض الأدعية ورد زين وخصصتهم بمعرفتك، أكو في دعاء يقرأ يوم الجمعة العصر زين، هذا وارد الدعاء عن الإمام الحجة سلام الله عليه اللي فيه الصلوات، اللهم صل على محمد وعلى محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين زين المطهر من كل آفة البريء من كل عيب إلى آخره، بعدين واصل اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد الأئمة الهادين العلماء الصادقين الأبرار المتقين دعائم دينك وأركان توحيدك وخلفائك في أرضك وحججك على خلقك الذين ارتضيتهم لنفسك وخصصتهم بمعرفتك. فهم اللي يعرفون الله، هم اللي يعرفون الله، أنا ما أعرف الله، فلازم أجي أنسق إياهم، أخذ العلوم من عندهم. فأجي للإمام علي أقول له الله شلون؟ منو الله؟ شلون الله؟ هو يقول واحد لا بتأويل عدد، أحد أو واحد لا بتأويل عدد. شوف هاي المعرفة ما موجودة عندهم. إيش معنى أحد لا أو واحد لا بتأويل عدد؟ إيش معنى هذي؟ أحد الله، الله واحد لو شم الله واحد، الله واحد بمعنى العدد. إحنا عندنا عدد واحد، واحد اثنين ثلاثة. إذا تقول الله بمعنى العدد، واحد بمعنى العدد، إذا الله ليه ثاني؟ صحيح؟ إذا تقول الله بمعنى واحد بمعنى العدد، إذا الله ليه ثاني؟ لأن العدد واحد ليه ثاني وثالث، صحيح ولا لا؟ والحال إن الله واحد لا ثانية له، عدل مو عدل؟ فلما يقول واحد لا بتأويل عدد، الله واحد بس مو معنى الواحد العددي، لا. شوف شيء معرفة حلوة دي. أكثر العوام لو تسأل يقول الله واحد بمعنى شنو؟ بمعنى شنو واحد؟ إذا بمعنى واحد عددي، إذا الله ليه ثاني؟ إذا في خطأ أنت عندك في المعرفة. فإذا تعبد الله على أنه واحد عددي مشكلتي. واحد لا بتأويل عدد، إذا شنو يعني هني واحد لا بتأويل عدد؟ يعني واحد لا نظير له، هذا معنى، لا شبيه له، هذا معنى. والآية قل هو الله أحد، شوف الإمام الحسين يفسر الآية، شوف أنت حين لجأت لأهل البيت في معنى صفات الله إنه أحد، إيش معنات أحد؟ الإمام الحسين يفسر، أهل البيت جو على الخط قال قل هو الله أحد، واصل الآية أحد بمعنى الله الصمد. زين شنو صمد؟ هم ما نعرف الله الصمد شنو ما نعرف. قال واصل الآية، الإمام الحسين يقول واصل الآية، يعني يفسر القرآن بالقرآن. بس ليش؟ لأنهم عارفون، هم متخصصين في الشغلة، احنا ما عندنا تخصص، احنا نقرأ سورة التوحيد شنو مثل الماء اوتوماتيك، لا ايش معناته ما ندري. هو يواصل، انا احب اوضح لك، قل هو الله احد شنو معناتها ما ادري، معنات الله احد. يقول الحسين يقول قول الله معنات احد يعني الله الصمد، ايش معنات الله الصمد؟ هني تبين يعني لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ايش معنات هذه؟ عندنا تفسير اللي قلت لك اول شيء، الله واحد يعني ليس له نظير،
اللي هي تبينه مين؟ تبينه الآية الثانية، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه لم يكن له كفوا أحد تبين معنى شنو؟ أن الله ليس له نظير، الله ليس له شبيه، الله ليس له مثيل. هاي معنات واضح؟ لم يكن له كفوا أحد يعني لا شبيه له لا مثل له، ليس كمثله شيء. زين ايش معنات لم يلد ولم يولد؟ عند من احد تفاسير احد يعني لا جوف له، لا جوف له. فاذا كنا الله ليس له جوف يعني لم يلد ولم يولد، لان اللي يولدون طالع من وين؟ من بطن امه، يعني جوف، اكو جوف طلع من عنده. عدل لم يلد، لم يلد الله ما والدينه، لان الله ليس له جوف يطلع من عنده. لم يلد الله، لم يلد هو هم نفسه ما طالع منه شيء، الله مو جوف. قال هو عيسى ولد الله، عيسى ولد الله يعني الله يلد، عفوا عكسنا المعنى، الله يلد يعني الله ليه جوف ويلد. هني الآية تقول الله لم يلد يعني الله ليس له جوف حتى يطلع منه ولد، واضح له لا؟ فعيسى مو ولد الله. الله ليش؟ لأن الله ليس له جوف حتى يطلع منه شيء. ولم يولد كذلك الله مو طالع بعد من شيء، مو طالع من جوف. صلى على محمد وآل محمد. فإحنا لما نقول هني في الآية يقول هو الله أحد، الله الصمد، ايش معناته الله الصمد؟ يعني لم يلد، يعني الله ليس له جوف حتى يخرج منه شيء، ولا هو بعد طالع من جوف. فإذا نفيت الجوف على الله يعني شنو؟ يعني الله ليس مركب، الله مو مركب من أجزاء معينة، حتى يقول إن صفاته عين ذاته. أنت لما تتكلم إن الله عالم، مو ان العلم منفصل عن الذات الالهيه، يعني الذات شيء والعلم شيء ثاني. ليش؟ لان اذا قلنا الذات شيء والعلم شيء ثاني صارت الذات مركبه من جزئين، صحيح؟ واذا صارت مركبه من جزئين صار شنو؟ كل جزء يحتاج الى الاخر، فصار فقير، واذا صار فقير ما صار اهل للوجود. فالعلم متحد مع الذات، ولذا يقولون صفاته عين ذاته. انت لو تقول عليه الله عالم، الله عالم من حيث هو قادر، من حيث هو حكيم، من حيث هو عزيز، كل هذه الصفات متجمعه فيه، يعني عين ذاته. ما تقدر انت تفكك الذات عن الصفات. اذا فككت الصفات عن الذات صار الله شنو؟ مركب. والحال انت تقول الله مو مركب، ليس له جوف، ليس مو متركب من اجزاء معينه. شفت المعرفه من وين؟ لان احنا المعرفه دي منه سلام الله. انت ارتباطك باهل البيت لان اهل البيت هم ادلاء على الله. انت شو تقول في دعاء في زياره الجامعه الامام العلي سلام الله عليه؟ شو تقول؟ تقول الى الله تدعون وشنو؟ وعليه تدلون. تدلون هي القضيه. انت تقول لا اله الا الله، وده الله في ظهرك هو جسم وعنده ايد وشعره قطط وقاعد على كرسي، هذه مو معرفه صحيحه. هذه المعرفه ما توصلك الى الله عز وجل. اذا انت صرت مجسم هني. فشنو انت لابد ترتبط باناس عندهم معرفه صحيحه بالله عز وجل حتى يدلونك على الله. فاحنا فلسفه ارتباطنا